نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تؤكد أنضاء الملحقة التعديلية عدد 5 من أعاز فندوق الوطني للتأمين على المرضى وتمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 18 شهرا. ضرورة المحافظة على أملاك الدولة محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير أملاك الدولة وشؤون العقارية. بن قردان إحباط محاولة تهريب ما يناهز 4 طن من المواد الغذائية المدعمة. وبرنامج التعلم مدى الحياة والتغطية الاجتماعية لطالبي اللجوء من المهاجرين محاور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية برئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الصحي، حيث أعلنت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص أنه تم أمس إمضاء الملحق التعديلي عدد 5 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى ليتم بموجبه تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 18 شهرا. وأضافت النقابة في بيان لها صدر بتاريخ أمس أنه تم الاتفاق على مراجعة الأعمال الطبية التالية: مراجعة التعريفات الجزافية لأعمال تتعلق بالجراحة، توليد الطب، التصوير الطبية والطب النووية، وتدخل هذه التعريفات هذه التعريفات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من غرة ديسمبر 22 و2000 أتعاب الفريق الطبي والمساحة في مجال العمليات الجراحية على القلب والشرايين يتم فصلها وتكفل بمصاريف علاج مرض الكوليسترول، وتدخل هذه الإجراءات قبل تاريخ 31 من ديسمبر المقبل. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس الخميس 24 من نوفمبر الجاري بقصر قرطاج محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتناول اللقاء الإطار التشريعي لأملاك الدولة وضرورة المحافظة عليها وتنقيح ما يجب تنقيحه من نصوص حتى لا يقع أهمال هذه الأملاك وحتى يستفيد منها أبناء الشعب التونسي وخاصة في إطار الشركات الأهلية، كما عرب على ذلك عديد المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. أكثر التفاصيل في التسجيل التالي. دعوتك السيد الوزير للحديث عن أملاك الدولة بوجه عام وعن الأوضاع العقارية بوجه خاص، وتونس لا تاريخ طويل في مجال القانون العقاري، ولكن للأسف كان القانون العقاري كما تعلم بالتأكيد الذي وضع سنة 85 و800 ألف وضع لتمكين المعمرين من الأراضي التونسية في إطار الاستعمار، وكانت هناك أيضا وعن درج القانون كتابات حول القانون العقاري التونسي، ومنها كتاب مطلع الدراري في توجيه النظر الشرعي على القانون العقاري للشيخ السنوسي، ووضع تعديد القوانين. هناك مشروع المتعلق بأملاك الدولة وبالأملاك الوطنية، وحتى النقاش الذي حصل في نهاية السنوات 80 كان يتعلق بطبيعة هذه العقارات، ولكن اليوم آن الأوان لوضع حد لعديد التجاوزات في عدد من المناطق، خاصة بالنسبة إلى من كانوا متنفذين ولا يزالون إلى حد اليوم يريدون الاستيلاء على هذه الأراضي الدولية بحكم القوانين الموجودة، ويتعللون بوجود نصوص قانونية أو بعقود تم إبرامها تحت جنح الظلام منذ سنوات طويلة. أملاك الدولة هي أملاك الشعب التونسي. اعتبرت حركة النهضة في بيان لها الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 من ديسمبر القادم مظهر من مظاهر الأزمة وجزء منها، ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل لأنها ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق كتعميقها لعزلة تونس وتحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين. ولأجل ذلك قطعتها الحركة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها، كما يتعامل معها المواطنين والمواطنات بالمبالاة كاملة
وفق نص البيان الصدري عن حركة النهضة. وذكرت الحركة بأن البلاد تشهد منذ ما أسمته بانقلاب 25 من جويليا تصاعد وتيرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق في حملة ممنهجة تستهدف رموز نضال ضد الاستبداد والقيادات السياسية وأصحاب الرأي والمعارضين للانقلاب. ونددت الحركة بكل هذه المظالم وجددت ثباتها على موقف التصدي للحكم الفردي والاستبداد واستهداف المعارضين والمواطنين ووسائل الإعلام، كما رفضت استهداف القضاء والضغط عليه ومساعي توظيفه. ورفضت الحركة ما ورد في تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال القمة الفرنكوفونية بجربة واعتبرته منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس وفق نص البيان. استقبل ملك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم الخميس بمقر الوزارة عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، وتم خلال اللقاء استعراض مختلف مجالات التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، لا سيما برنامج التعلم مدى الحياة والتغطية الاجتماعية لطالبي اللجوء من المهاجرين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين. كما تم التطرق أيضا إلى أهمية إدخال تعديلات على التشريعات الوطنية وملائمتها مع وضعية المهاجرين الوافدين إلى تونس بهدف تيسير اندماجهم. تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديوانية ببنغردان من ضبط شاحنة تحمل ترقيما تونسيا متجه إلى أحد المناطق الحدودية بالجنوب الشرقية، حيث تشكك أعوان الدورية في محتوى حمولة الشاحنة وبإخضاعها إلى عملية تفتيش تم العثور تحت المواد المذكورة على كمية هامة من المواد الغذائية المدعمة، وقد تم حجز 1512 كيلوغراما من مادة المقرونة و1500 كيلوغراما من مادة السميد و852 كيلوغراما من مادة الكسكسي، وتم تحرير محضر حجز في الغرض لمحاولة تصدير خلسة لبضاعة محجرة، وبلغت الكمية الجملية المواد الغذائية المدعمة 3864 كيلوغراما. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تؤكد إمضاء الملحق التعديلي عدد 5 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 18 شهرا. ضرورة المحافظة على أملاك الدولة محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير أملاك الدولة وشؤون العقارية. بنغردان أحباط محاولة تهريب ما يناهز 4 طن من المواد الغذائية المدعمة. وبرنامج التعلم مدى الحياة والتغطية الاجتماعية لطالبي اللجوء من المهاجرين محاور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية ملك الزاهي برئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، تصبحون على خير.